السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعة رح اختبر منصور ابو قاسم اذا كان بيعرفني ولا لا. طبعا انا حعرفك. فيك تعرفني؟ انا صديقك الصدوق. من متى تعرفني يا منصور؟ 3 سنوات ونص. صداقة قوية جدا. وتعرف معلومات عني ولا لا؟ اكيد. ايوه طيب، شو اسمي؟ سقورة. يخرب بيتك، معناها تعرف معلومات. اليوم يا منصور في شخص صمم لنا ماب، هذا الماب عبارة عن اسئلة عني وانت لازم تجاوب عليها. انا عارف اشياء عنك كثير. اليوم رح يبين اذا منصور يعرف سبايدر صح ولا لا. لكن يا جماعة الخير قبل ما نبدأ في موضوع مهم لازم اني اقلكم عليه، واللي هو موضوع الاشتراكات. للأسف بالفترة الأخيرة اغلب اللي قاعد بيتابعني يا منصور غير مشتركين بالقناة. ليش؟ لأن ممكن ما يكون بيعرف، فأسطورتي اضغط اشتراك وفعل التنبيهات. أهم شيء فعل التنبيهات عشان توصلك المقاطع أول بأول. أول ما ينزل المقطع بوف يوصلك إشعار سبايدر نزل، ادخل إلى المقطع. صح؟ كلام صحيح ولا يعلى عليه. اضغط، ما راح يخسرك شيء. ما راح يخسرك شيء. لا تتكلم، فضحتنا. أوكي. وهلأ خلينا ندخل إلى الماب ونشوف منصور إذا كان بيعرفني ولا لا. جاهز؟ في جملة من زمان ما قلتها. شو هي؟ خلينا نبدأ في المطقع. في المطقع. أيوة ليتس جو. جاهز؟ جاهز. فتح عينك يا منصور. أشبعي. أيوة هذا الكود مخصص ومصمم لنا أنا وأنت. شو موجود هون؟ حمك اتشم اكس. اتشم اكس؟ ضد علبة الكبريت. لا ايش بقى يا عمك. ايوه علبة الكبريت ضد هذا اللي قاعد يقول عمك اتشم اكس. علبة الكبريت خاين. هذا خاين. تعال جاهز يا منصور، خلينا نشوف مصمم الماب شو قاعد يقول. مرحبا بك في ماب اسئلة سبايدر، سيطرح عليك وائل بعض الاسئلة عن سبايدر، عني يعني، وعليك الاجابة عليها. هل انت مستعد؟ مستعد طبعا. ايوه جاهز يعني جاهز. السؤال الاول يا منصور، ايش ينادوا سبايدر؟ وائل شو هذا؟ شو مكتوب؟ ثائر. ثائر صديق كلب اللوت منصوري. وش يسموه يعني؟ يجيك واحد الحين انت في الشارع صديق الكلب منصور كلب اللوت ما تعرفيه؟ انا شو اسمي؟ انا شو اسمي؟ اسمي ثائر. ليش غلط؟ هذا قليل الادب هذا. معقول انه اسمي مو ثائر؟ لا يسموه صديق كلب اللوت. يسموني صديق كلب اللوت منصوري. اسمع. كم عدد مشاهدات قناة سبايدر الحالي؟ أنا متأكد من هذا السؤال يا سبايدر، إن أنت بنفسك صاحب القناة ما تعرف. بالفعل، كم عدد مشاهداتي؟ مدري 987 مليون، 759 مليون، 384 مليون. قول لك خير الأمور أبسطها يا سبايدر. أيوه يعني شو 900 و 759؟ ايه هلا منصور، انت ما تعرف عني شيء يعني؟ انت ما تعرف هذا السؤال. اوكي اسمع، راح اساعدك بهذا السؤال، لاني انا من كم يوم شفت المشاهدات، من كم يوم كانت بحدود 384 83، فهي هي اتوقع هي صح. ايوه صحيح 384 مليون. شو صار؟ والله العظيم اني خرجت. مقلب. السؤال الثالث يا منصور، اول لعبه يلعبها سبايدر بقناته. انا يعني انا شو اول لعبه لعبتها؟ انا اتذكرها اول يوم كنت اسم جوال جدي. كلاش رويال. ايوه صح. يا اسطورتي والله انك فنان. استنى منصور فضحت، انا ما اعرفها نسيت. تاريخ خطوبة سبايدر. يا الله. شوف انا اتذكر عام 2021 سوريا خير الامور اوسطها. انا خطبت في عام 2021 منصور صح؟ نعم. ايوه كان الشهر يا اما الخامس يا اما والله ما تسمعني الزوجة يا خوفي تدخل علينا حتقتلك. كان الشهر السادس ولا الخامس؟ انت شو رايك؟ مو انت متابع مفروض تعرف عني، مفروض تعرف يا منصور. لا اعرف. متى؟ شهر 26. شهر 26؟ شهر 6 يوم 24. اوكي صحيح، تاريخ الخطوبة كان 24/6/2021. الحمد لله انه جاوب منصور. والله ما يعرف، والله ما يعرف. لا كنت اعرف، كنت اعرف يا كذاب. تاريخ زواج سبايدر. لسه ما خطب، ما تزوج. لسه مخطوب ما تزوج. شو رأيك؟ 2022 شهر 6 يوم 25. ايه 2022 شهر 7 يوم 27، هذا رقم مميز، اكيد بتزوج برقم مميز. ايوه
والله اسطورتي. اي والله يومها اخترنا هذا اليوم عشان 7/7/2/2. صح صح ايوه. انت متى راح تتزوج منصور؟ في اي عام؟ بعام الفيل. اوكي اوكي اوكي. ها ها اطلع اطلع من الماب، اطلع من الماب منصور، اطلع. المفروض يعني هذا مصمم الماب. شو ده؟ ما احب انا هيك منصور. لازم خلاص شفت خرفيه. شوف شوف شوف. اوكي اوكي يلا يلا. اللي عندك شو اسم زوجة سبايدر؟ ام تحسين. ام تحسين هي جدة مو هذه. ام تحسين خلاص عرفتها عرفتها. لك لا شو ام تحسين. فرح سارة. انت شو تتوقع؟ اتوقع سارة. سارة صحيح يا منصور. اسم زوجتي هو يارا. لا 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 سارة ولا يارا. اسم زوجتي هو ام تحسين. هو عطيني الإجابة. لا 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 مو ام تحسين يا منصور. اسم زوجتي هو فرح. لا غلط. كل الاجوبه غلط. ابحث عن الزر السري. ايوه في زر سري عندي. وين لقيت تخيل اني احط لك زر سري في الزاويه. اوكي اوكي دور دور منصور. هذا مصمم الماب عم يلعب معانا. دور دور. هذا البوش ما في شيء. هذا البوش. طيب هذا البوش عندي عندي عندي. كاتب اسف بس انت مضيع بالزر. ارجع المرحله اللي قبل هذه. في زر في زر في زر قبل هذه المرحله. تعال نشوف. يلا دور دور على الزر. تعال تعال امشي انزل انزل في المياه. في المياه اتوقع لازم يعني اتوقع ماني متاكد. اكتشف عندي. عندك شو الزر؟ الله احمد. لك صحيح يا حمار. اسمها احمد. القم يا هاتف ما راح تعرف. ما راح تعرف الاسم. القم يا منصور. مصمم الماب اسطوري. اوكي السؤال اللي بعده. لا هذا مصمم الماب راح. لا مو اسطوري. كم مره تزوج سبايدر؟ 4 مرات. مرتين تزوج مره الحمد لله. متزوج 4. تزوج. لا منصور. منصور يا كلب. لا منصور استرني استرني. يا طفل تزوج 4 مرات. تطلق وتزوج تطلق. منصور حرام عليك حرام عليك. يلا اختار اختار. تزوج مره واحده يعني الحبيب. لا والله العظيم. لا والله العظيم تزوجت مرة. والله مرة. اوكي لا ما ولا مرتين. متزوج 4 مرات قلت لك. وين لا 4 مرات. لا كذاب مصمم الماب. كذاب انت جنني. والله 4 مرات. بدي سوي لي مشاكل. والله الله يصلحك يا سبايدر. تتزوج انا قايل لكم. يا ابن الحلال لا يا ابن الحلال يا منصور والله لا. اين ولد سبايدر؟ في المستشفى. المستشفى الامارات العربية المتحدة. يا حمار لازم دولة يعني لازم دولة. تدري اني ولدت في الامارات ولا ما عندك هاي المعلومة؟ ما تدري هاي المعلومة؟ نصاب. ما هي سيارة سبايدر؟ شاحنة، لامبرجيني، مرسيدس. مرسيدس ذيك المرة قايل لي. انا قلت لك؟ ايوه قايل لي مرسيدس. الكم يا منصور. وعلمه مش والله راح الباب اسطورتي. مرسيدس صحيح. اكثر سلاح يحبه سبايدر؟ بالونه، سنايبر، سكار. تعال تعال هنا خلي اكلمك انا وياك. ايوه شو منصور شو خير في شيء؟ خلاص ولا شيء. سنايبر. صحيح نعم احب اكثر شيء السنايبر. صحيح. حدث فورتنايت ما نزل في قناه سبايدر. شوف السؤال يعني هذا الحدث انا ما نزلته في قناتي. انا صورت كثير احداث سوينا بثوث مباشره لكن في احداث ما نزلتها في قناتي. حدث الفضائيين، حدث ملكة المكعبة، حدث نهاية إكس. أتوقع والعلم عند الله أن المكعب، لأن المكعب ما كنت منتشر في اليوتيوب. لا يا حمار ملكة المكعب. ملكة المكعب ما صار لها زمان من الشهر الماضي من شهرين. من شهرين أنت متزوج ولا كنت تنزل مقاطع. لك نزلت ما بعرف. خليك يلا جاوب جاوب يلا. انت ما تتابعني؟ انا حدث ملكة المكعب سويت له بث. لا ايه سويت له ما ادري يومها انقلب الماب.
حدث الفضائيين ما تعرف، كمان سويت له بث. حدث اكس ما سويته؟ حدث اكس كنت مسافر من سوريا الى الامارات، ما شفت الحدث، ما قدرت اني اسويه، هذا اللي ما نزلته في قناتي. توني اعرف. كم مرة نزل سبايدر روكيت ليج في قناته؟ مرتين، اربع مرات ولا مرة، ايش رايك يا منصور؟ انا في الزاوية. شو رايك انت، شو رايك؟ يلا مو عامل لي متابع وتتابعني من زمان؟ روكيت ليج مدري ناسي، ما اتذكر انك لعبتها. مدري مدري يا منصور. ولا مرة انت ما نزلت روكيت، لا امزح، لا ولا مرة. صحيح. ولا مرة نزلت روكيت ليج، صحيح يا منصور، ايش فيك غبي؟ اسمع 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 اسمع، سؤال اسطوري، ماذا كان لو انتشرت سبايدر في تحدي الاسئلة الماضي اللي سويته انا وياك؟ شو كان؟ لا يا حمار، انا احمر ما البس، بس شوف الا احمر شايفك بعد يوم تهد رقبتك. لا دقيقه، كان اسود رمادي احمر. ايش ما تحب لون الاسود؟ ما تلبس اسود، ما البس لون اسود. الا الا احمر احمر احمر. يلا روح روح. لا انا هل تدري والله اني ناسي انا شو كنت لابس، ثواني اشوف. رمادي رمادي. اه عرفت شو، رمادي. يلا روح. لا قال لي يلا روح، فانا اسود. اسود. نعم اسود. انتهى الماب. استخدم كود الايتم شوب اس بي اي. الله يسعدك يا مصمم الماب، والله انه التصميم اسطوري. منصور وينك؟ شوف لي انا فوق. يخرب بيتك شو عم تسوي فوق. والله افضل ماب، افضل ماب لعبته من بين كل مابات الاسئله. الشكر لمصممين الماب اللي هنن هيما، جوكر، نوت، وائل، والاضافه لعزه، هذول اللي ساعدوا يعني يصمموا الماب. ثانك يو فيري ماتش. فبس كان معكم ثائر ومنصور ابو قاسم. ايوه بيساوت بيساوت.